شيخ عفى الله عنك، اتخاذ الحيوانات المحنطة هذا في التصوير المنهي عنه؟ اتخاذ الحيوانات المحنطة ليس من التصوير المنهي عنه، لأنك إنما اتخذت ما خلقه الله، أليس من مخلوقات الله؟ طيب، لكن يبقى النظر، إذا كانت مما لا يؤكل فهي نجسة لا يجوز اجتنابها، وإذا كانت مما يؤكل ولم تدك الذكاة الشرعية فهي أيضا نجسة لا يجوز اجتنابها، عرفت؟ أما إذا كان مما يؤكل ولكنك ذكيتها ثم حنطتها فلا بأس. ما في بأس، لكن تعرف إذا كان يبذل فيها أموال كثيرة يكون هذا من إضاعة المال.